السلام عليكم، رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم يا رب. النهارده هنعمل زي كل يوم، هنحط اكل الطيور. انا مجوعهم من امبارح، يعني امبارح بالليل ما حطيتش اكل. هما مضطرين دلوقتي اللي هم يجوا ياكلوا. طب ما كلهم هينزلوا دلوقتي، كل ما هبعد هلاقيهم هينزلوا اهو. الجوز الاحمر ده عمال يتكلم معاهم على الاكل ده، بس عشان جوعي امبارح. رجعت شوية عشان ما يخافوش منه. زي ما انتم شايفين كده، الحمام مش عارف يقرب، خايف من الحمامة الحمرا. عمالة تتخانق مع كل اللي يقرب من الأكل. مشيتهم كلهم وخلتها هي واقفة لوحدها. بعدين راحت تشرب اهي.